نصائح للاخوان ديال سيارات الاجره، عطيناهم بعض لي بوان اللي خصهم يركزوا عليها اساسا، وبعض النقط اللي مهمين ومهمين للسلامه ديال الطرق والسلامه ديال السائقين والراجلين. هاد لي بوان اللي انسيستينا على المسائل اللي مثلا الروايد، المحرك، الحاله الميكانيكيه بصفه عامه ديال السياره، والحاله الخارجيه ديال الهيكل. يعني هاد المسائل اللي خصهم يكونوا ضروريين، وكيف كنقولوا المسائل اللي ضرورية للسيارة وكتشكل واحد الأمان، وفي نفس الوقت كتشكل واحد الخطورة على السائقين. بعض المعلومات كيفاش يراقبوا السيارات، وشرحنا لهم الدور ديال الفحص التقني، ويعني المسائل اللي كنقوموا بها ك أرجون فيزيتور، يعني المسائل اللي كنقوموا بها في هذا الفحص، والمسائل اللي يمكن أنها تحد من السلامة من الحوادث السير. المواطن من حقه عنده الحق في المعلومه، يعني خصك تشرح ليه وتعطيه، وبالعكس كتزيد توعي على شي حوايج اللي كيكون هو ما عارفهم. اليوم جينا بمناسبه اليوم العالمي، والله اليوم الوطني للسلامه الطرقيه، جينا لفيزيت ديال الخريف اللي في السماره، على اساس ان نستافدوا كمهنيا من مجموعه من الشروحات اللي قدمها لنا الاستاذ التقني في لفيزيت، وكانت الاستفاده عامه على مجموعه من النقاط اللي تركز عليها الفحص التقني للسياره، كالفرانات، الفرانامان، مجموعه من المسائل اللي كنا غايبين عنها، كنا كنقضوا شي فحص تقني غير لا كشهاده باش نواجهوا السلطات. الحمد لله عندنا واحد المام كبير بشهاده الفحص التقني، ومشكورين الاخوان على الاستضافه.